حكينا أمس عن إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ قوة من الكوماندوز التابعة لها لعملية إنزال بحري في البترون لاختطاف مواطن لبناني يدعى عماد أمهز. العملية اللي كانت جيمس بوندية حقيقة أشعلت الكثير من الجدل والتساؤلات. مين هو أمهز؟ هل هو عميل لإسرائيل ولا عميل لحزب الله ولا عميل مزدوج ولا مواطن لبناني مدني ما له علاقة في أي شيء؟ ما مر على الاختطاف هذا أكثر من يوم أو اثنين بالكثير إلا وتفاجأنا بفيديو تاني يعني مشابه له مالي الأخبار والمنصات، بس هذه المرة في سوريا. الجيش الإسرائيلي هو اللي نشر فيديو الخطف في سوريا، واللي شافوا الفيديو اعتقدوا أنه جديد، لكن الحقيقة أنه العملية صارت من شهرين وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، واللي قال أنه وحدة كوماندوز نفذت العملية قبل شهرين في قردة صيد أو في قرية صيدا في درعا جنوب سوريا، والمخطوف هو علي سليمان العاصي اللي قالت إسرائيل أنه متعاون مع الحرس الثوري الإيراني. مصادر العربية كشفت أنه المخطوف كان جزء من تنظيم محلي وبعدها بدأ في العمل مع جهة إيرانية لجمع معلومات عن مواقع ووحدات إسرائيلية حدودية، وإسرائيل راقبته لعدة أشهر واعتقلته لمعرفة حجم وتفاصيل المعلومات اللي جمعها. الجيش الإسرائيلي مو بس نشر فيديو الخطف، لكن كمان فاجأ الناس بلقطات من استجواب المخطوف، واللي أظهرت علي العاصي هو بيقول أنه تلقى معلومات من رجل له علاقة مع إيران لمراقبة الحدود الإسرائيلية بعلم المخابرات العسكرية السورية. قعدنا أساس تفرج ليش منطقتك جيدة يعني استراتيجية نستفيد منها. وشو فهمت بعدين؟ انه تابع لايران اللي باسم هي الشعبة يعني. اوكي. جلسة قال بس بدك تشتغل معنا. شو بدي اشتغل معي؟ فقط عبارة هالحدود. قال لي يا اخي هو المخابرات العسكرية بس وراها ايران يعني اللي فهمته انه تبعيته لايران. يعني ايران كمان ما في واجهة هيك، في غطاء اللي هو شعبة المخابرات. وكملتوا بمنطقة حدودية. شو منطقة إنه حركة منطقة حدودية. مثلاً مرات قلنا له في دبابة امبارح الساعة كذا. دورية مرت الساعة كذا، تمام؟ ضمن هالكلام اللي صار. وفي الوقت اللي المعلومات والتفاصيل عن خطف السوري العاصي بتتوالى، مستمرة كمان الأخبار والمعلومات عن اللبناني المخطوف أمهز. فكشفت مصادر للعربية أن الأمن اللبناني لا يستبعد أن اللي خطفوا أمهز يكونوا مجموعة لبنانية وبعدها سلمته لإسرائيل. وأضاف المصدر أنه أو المصادر تحديدا أنه لبنان ما قدم بعد شكوى بشأن اختطاف أمهز لمجلس الأمن لأنه لسه ما خلص تحقيق في الحادثة. وفي نفس الوقت في هناك كمان اتصالات بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وقائد الجيش اللبناني لبحث ظروف الاختطاف. ومن بعد ظهور والد أمهز اللي دافع أمس عن ابنه وشرح بالتفصيل رواية الأسرة عن الابن وإيش بيشتغل وإنه ما له علاقة بأي حزب أو انتماء سياسي، اليوم سمعنا أول تعليق من شقيقة عماد على حسابها في فيسبوك، فدعت له إنه الله يحمي ويرد لعائلته سالم، وقالت إنه الصليب الأحمر تواصل مع العائلة إثر عملية الخطف هذه. طيب، من بداية الحرب الإسرائيلية على غزة وبعدها على لبنان اعتمدت إسرائيل الاغتيالات عن بعد لأي شخصية، لكن الآن ومن بعد اللبناني أمهز والسوري العاصي، هل نقدر نقول أنه خلصت مرحلة الاغتيالات ودخلنا نحن مرحلة عمليات الاختطاف؟ وحقيقة كيف بتصير عمليات الخطف هذه بكل سهولة بهذا الشكل؟ وطيب يعني ليه خطفوهم؟ ليه ما قتلوهم؟ وزادت التساؤلات أكثر بعد فيديو الاعترافات للمواطن السوري، ليه تم نشر فيديو اعترافات للشاب السوري أما عماد أمهز فما في ولا أي خبر عنه أو فيديو بيظهره؟
على العموم ينضم إلينا من بيروت الباحث السياسي ربيع دندشلي. أهلا فيك معنا أستاذ ربيع. خلينا نبتدي بين القصتين اللي صاروا والفوارق اللي صارت بينهم. يعني أمهز تقريبا ما في أي معلومات أكيدة أو مثبتة عن وضعه أو حتى تاريخه أو انتماءاته وما إلى ذلك، في حين أنه السوري العاصي تم نشر فيديو حتى للاعترافات. كيف إيش الفرق بين الاثنين برأيك؟ مرحبا. بداية لا بد من التنويه أنه فعليا ليس هناك أي ربط بين الاثنين، سوى أن العدو الإسرائيلي يقوم بعمليات الخطف هذه لبعض الأهداف النوعية. ففي الحالة الأولى في حالة عاصي، الخطف هنا كان أظن لإظهار أن هناك متعاونين في المناطق السورية يتعاونون مع الحرس الثوري الإيراني، محاولة للقول بأن إيران هي على الأرض في سوريا، وكأنها محاولة أيضا استباقية بحال أراد الإسرائيلي أن يقوم بأي تحرك ضد أي قوات أو وجود إيراني في سوريا. هذه في قصة العاصي، سوى أن المشترك هو عملية الخطف. وأيضا كما رأينا سابقا في عملية في منطقة في جنوب لبنان، تم اختطاف أو تم أسر أحد العناصر، وتم أيضا نشر فيديو له وهو يقوم بالتحقيق معه وهو يدلي بأقواله. هذه في الشق الأول. في الشق الثاني، نعم، الإنزال اليوم الذي حصل أو العملية الإنزال البحري التي حصلت في منطقة البترون في لبنان تضع العديد من الاحتمالات. نعم، سمعنا الأخبار حول أن قد تكون أن أمهز هو عميل وتم استخراجه، دعينا نقول، أو أنه فعلا متعاون مع حزب الله وتم أسره. يهمنا أن نوضح التالي، أن حتى اللحظة لو كان أمهز فعلا عميل أو شيء لكان الإسرائيلي أمره بالذهاب إلى نقطة التقاء وقام باستخراجه بطريقة أفضل من هذه دون المخاطرة ودون إدخال كل هذه القوة. هذا أولا. ثانيا، في عملية الإنزال البحري هناك سؤال يطرح نفسه، والآن التحقيقات دائرة في لبنان حول كيف استطاعت هذه القوة كلها أن تأتي إلى هنا دون أي رصد لها أو دون أي اعتراض لها من أي من وحدات الجيش اللبناني أولا، ودون أن دعوة أنكرت البحرية الألمانية والتي تتولى المهمة الدولية في مراقبة المياه الإقليمية البحرية وتجوب البحر اللبناني. فمن المستحيل على هذه القوة الإسرائيلية أن تدخل دون تنسيق مسبق أو دون غض طرف من القوات الألمانية المتواجدة. أخيرا وليس آخرا، في هذا الشق يهمنا أن نقول أن العملية من المسبق الآن أن نتحدث لماذا لم يظهر فيديو للتحقيق مع أمهز. فالتحقيق مع العاصي تم منذ عدة أسابيع مضت، أما أمهز فالاختطاف كله لم يمضي عليه الكثير من الأيام. ولكن يهمنا أن نقول شيء، أن هذه الوحدة التي دخلت تم رصدها من قبل حرس المجمع وتم رصدها من قبل بعض الحرس الملاجين للحماية في المنطقة، وكان معها أشخاص يتحدثون اللغة العربية لكنة لبنانية. فحين تم خروج موظفي الأمن أو سوى ذلك كان الجواب أن هذه مداهمة لأحد فروع الأمن اللبنانية، فظن الجميع أن هذه مداهمة تقوم بها قوات لبنانية أو قوات أمنية لبنانية أخذت عاصي كأي مشتبه به أو كأي شخص يلقى القبض عليه في لبنان. لم يخطر ببال أحد في منطقة البترون تحديدا أن هذه العملية ستكون أن هذه القوة هي قوة إسرائيلية. وهنا الإسرائيلي أراد أن يظهر أنه يستطيع الوصول إلى أي هدف يريده في أي طريقة. أخيرا وليس آخرا، واسمحي لي أن أستفيد في هذا الموضوع، لو كان أمهز شخصية عسكرية أرادت إسرائيل اغتيالها لقامت باغتيالها كما فعلت بالعديد، والاغتيالات لم تتوقف حتى هذه اللحظة، يعني آخرها اليوم. ولكن إن أمهز أظن كونه قبطان بحري ويحمل الجنسية البنامية، فأنا أظن أن العملية هذه تريد أن تلقي على أمهز، لأن الإسرائيلي الآن ينهي ملف أو يتابع ملف وهو بحاجة إلى معلومات عن الشبكة التي تعامل معها أمهز ليس فقط داخليا في لبنان. فالمعلومات اللبنانية هو لديه من الكم الهائل من البنية التنظيمية الداخلية وعمليات المقاومة الداخلية بفعل الخرق الأمني الذي لديه، ولكن أظن هو بحاجة كان لأمهز لكي يعرف منه الشبكة الخارجية الذي تعامل معها بحال كان فعلا أمهز مسؤولا عن عمليات نقل لوجستي أو متابعات بحرية. طيب بس واحدة كمان من الأسئلة يعني اللي الناس كمان بتسألها، يعني على طبعا أنت ذكرت كذا فرضية في هذا الموضوع، لكن
كمان ابتعدت عن فرضية أو قللت من احتمالية فرضية أنه هو بيكون مثلا بيشتغل مع الإسرائيليين أو أنه يعني عميل مزدوج وهم كانوا بدهم يطلعوا من البلد. في نقطة الناس كتير تساءلت عنها أنه ليش تركوا وراهم كل أشياء أمهز، يعني تركوا وراهم بطاقات التليفون، السيم كاردز كلها تركوها، تركوا الجوازات، تركوا أشياء كثيرة كان ممكن أنه ياخدوها معاها ويتم معاهم ويتم الاستفادة منها. حسنا، أنا لم ألغي الفرضية، ولكن أنا قلت أن فرص أو أن هذه الفرضية هي ضئيلة، لأن أيوة أنا قلت أنا قللت من احتماليتها. وهم كثر، يعني لكان استعمل أسلوبا آخر ولم يكن ليقيد أمهز ولم يكن ليخاطر بدخوله في مكان فيه كاميرات مراقبة ويتم تصوير هذه العملية، هذه بداية. أما بالنسبة للأشياء وحاجات، أنا أظن أن هذه العملية كانت تستوجب السرعة قبل انكشاف الغطاء، فالدخول والخروج كان الهدف الأساسي منه هو المعلومات التي يعلمها أمهز، لأن أنا أظن أن تقنيات المعلومات الاستخباراتية التي يملكها الطرف الإسرائيلي هي ليست بحاجة لحصولها على شريحة الهاتف أو سوى ذلك، فهم كانوا يستطيعون عن بعد مراقبة وأخذ والتحكم بكل الأدوات الإلكترونية التي يملكها شخص مثل أمهز على الأراضي اللبنانية، كما فعلوا مع العديد من عناصر حزب الله وغيرهم. الهدف الأساسي أو الصيد الثمين الذي أراده الإسرائيلي هو شخص أمهز لاستجوابه ومعرفة أين كان يذهب ومع من تعاطى وماذا كانت مهمته بالتحديد وأي الخطوط البحرية التي كان يستخدمها لمساعدة حزب الله. هذا كله إذا افترضنا أن فعلا أمهز هو كان شخصا يعمل في مجال لوجستي لحزب الله. طيب، على العموم يعني بحب نستنى خلال الأيام القادمة تتضح المعلومات أكثر. بشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من بيروت الباحث السياسي ربيع دندش. شكراً.